لنرى العدد الثاني قلت نبدأ بوضع ثلاث الأرقام الأولى من اليمين واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة وتبقى هنا واحد إذا هذا فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف فصل الملايين وهذا فصل الملايير إذا نكتب مبلغ الآرت بطريقة يسهل كتابتها نكتب الارقام الثلاثة الاولى ودائما بين كل فصل وفصل نترك مسافه قصيره صغيره لكي تكون مفصوله وفاصله بين كل فصل وفصل نكتب 695 وخمسه وتسعون وخمسه وتسعون وعشرون ثم نكتب واحد هذا هو مبلغ الارث الذي حلم به احمد اذا نكتب الان مبلغ او ثمن الضيعة نكتب ستة وخمسون خمسمائة وسبعة وثمانون نترك مسافة قصيرة إذا كما تلاحظون معي بين كل فصل وفصل تركت مسافة قصيرة بين كل الفصول إذا فصل الوحدات فصل الآلاف فصل الملايين ثم فصل الملاير فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف وفصل الملايين لنقرأ الأعداد كيف نقرأ هذا العدد؟ قلنا فصل الوحدات فصل الآلاف فصل الملايين وفصل الملايير إذا نقول مليار و ثلاثة وعشرون مليونا و ست مئة وخمسة وتسعون ألفا و سبع مئة وستة وأربعون الضيعة فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف فصل الملايين تسع مئة وتسعة وتسعون مليونا و خمس مئة وسبعة وثمانون ألفاً وستة وخمسون لنقارن المبلغين لنكتب عددين مليار وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون هذه الطريقة تساعدنا على قراءة العدد بسهولة أحسن من هذا العدد المكتوب بهذه الطريقة نكتب العدد الثاني تسعة وتسعون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفان وستة وخمسة لمقارنة الأعداد دائما علينا أن نحسب عدد الأرقام في كل عدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لدينا هنا عشرة وهنا تسعة إذن من الأكبر؟ عشرة أكبر من تسعة وطبعا مليار هو أكبر من المليون لنفترض مثلا ان لدينا عددان لهما نفس عدد الارقام مثلا اكتب خمسه وعشرون إذا العدد الأول هو خمسة وعشرون ملياراً وستمئة وسبعة وثمانون مليوناً وستمئة وأربعة وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وستون أما العدد الثاني فهو خمسة وعشرون ملياراً وستمئة وسبعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية عشر ألفاً ومئة وثمانية وأربعة لنحسب عدد الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر، إذا احدى عشر رقم احدى عشر رقم، كيف نقارن الأعداد التي لها نفس عدد الأرقام؟ نبدأ دائما من اليسار، لدينا هنا اثنان وهنا اثنان، مازال هذا العدد مازال متساويا، نتمم هنا لدينا خمسة وهنا لدينا خمسة. متساويا ستة، ستة، ثمانية، ثمانية، سبعة، سبعة، هنا لدينا واحد، وهنا ستة، إذن ستة أكبر من واحد، وبالتالي هذا العدد هو الأكبر، نكتب مثلا آخر. العدد الأول هو سبعمائة وثمانية مليار وسبعمائة وستة وأربعون ومئتان وستة وخمسون العدد الثاني هو خمس مئة وثمانية وسبعون مليونا و مئة وثمانية وستون وست مئة وستة وأربعون لنحسب عدد الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، إذا تسعة أرقام، تسعة أرقام، نبدأ بالمقارنة، قلنا دائما من اليسار، هنا لدينا خمسة، وهنا لدينا سبعة، إذا من الأكبر؟ سبعة، بهذه الطريقة نقوم بالمقارنة، لنستنتج، ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن المبلغ الذي. ورثه احمد في منامه هو اكبر من مبلغ الضيعه اذا احمد يستطيع شراء هذه الضيعه سنقول نعم احمد يستطيع شراء الضيعه نعم أحمد يستطيع شراء الضيعة نمر إلى الحصة الثانية أولا وعيد كتابة الأعداد التالية بطريقة تسهل قراءتها بعد حذف الأصفار الزائدة سأعطيكم مثالا لدينا هنا سأكتب هذا العدد هذا العدد الأرقام الزائدة لا تكون جهة اليمين، الأرقام الزائدة لا تكون جهة اليمين، ولا تكون الأرقام الزائدة في الوسط، الأرقام الزائدة هي الأرقام التي تكون جهة اليسار أول العدد، الأرقام الزائدة سنحذفها، إذا ماذا سيصبح العدد؟ تبقى لدينا هنا ثمانية نكتب ثمانية 700 وثمانية خمس مئة إذا العدد هو